في السعودية أيضا ارتفع التضخم إلى 2.13% في يونيو مقارنة ب 22 في مايو، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتي تشكل الثقل الأكبر في مؤشر أسعار المستهلكين السعودي. وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجلت أسعار الغذاء والمشروبات ارتفاعا بنسبة 44% على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار النقل للشهر الماضي بنسبة 2.5% على أساس سنوي. ووفقا لتوقعات وزير المالية السعودي محمد الجدعان، فإن التضخم قد يتراوح بين 2.10% و2.13% بحلول نهاية هذا العام. تنضم إلينا من بيروت ماري سالم، المحللة المالية للشرق الأخبار. أهلا وسهلا بك ماري. يعني أبدأ معك مع بيانات التضخم التي صدرت من السعودية، رغم أنها جاءت مرتفعة يعني ماري، إلا أنها تبقى دون مثيلاتها في الولايات المتحدة وفي الأسواق الأوروبية. كيف نفسر ذلك ماري؟ يعطيك العافية فهد. يعني فعلا هلا ما فينا نقارن أرقام التضخم الموجودة عندنا بالمنطقة بأرقام التضخم الموجودة بأمريكا. يعني 9.1% بالأمس كانت أرقام جدا عالية وأثرت بشكل جدا سلبي على الأسواق. مثل ما شفنا يعني كانت توقعات أنه يمكن يكون التأثيرات تبع هذه الأرقام أكبر بالأسواق المحلية والخليجية، ولكن ما شفنا هذه الصورة. يعني شفنا نوع من تماسك بالأسواق الخليجية. هلا بالنسبة للسعودية، سبب التراجع اليوم بالأسواق يمكن هي أرقام التضخم اللي صدرت، ولكن إذا نطلع عليها عن كثب أو اندبث أكثر حنلاقي إنه الشهر الماضي كان 2.2% وهالشهر 2.3%. بظل اللي عم بيصير عالميا وبظل أزمة التضخم اللي عم نشهدها عالميا، هيدا الارتفاع ما زال ضمن المقبول، منه شيء بيخلق خوف أو هلع عند المستثمرين او حتى المستهلكين. يعني ما زلنا ضمن النطاق المعقول. هلا بالنسبه للبعض انه السبب الرئيسي للارتفاع هو من قبل قطاع الارتفاعات اللي اثرت على قطاع الاغذيه والمشروبات اللي هي 4.4%، هون ممكن تخلق يمكن نوع من القلق عند بعض الناس، ولكن ما زالت يعني محصوره بهذا النطاق. يعني بالعكس انا بتطلع مثلا على النسب اللي موجوده بال statistics، في عنا قطاع التعليم في عليه زيادة 6.2% والمطاعم والترفيه 4.9%. يعني النسب عم تتراوح. هلأ بالنسبة للمستهلك أكيد حيطلع على الأشياء اللي هي بتهمه بالدرجة الأولى، ولكن حتى تأثيرات الأرقام على السوق منا يعني تأثيرات كبيرة. يعني عم نشوف تراجعات طفيفة، ممكن بعد أنه بنهاية الجلسة نشوف الصورة عم تنقلب. أحجام التداول فهد بعدها بالأسواق الخليجية جدا ضعيفة. يعني عنا بالسوق السوق المالي بدبي وبقطر أحجام التداول أو قيمة التداول بعد ما تخطت 100 مليون درهم أو 100 مليون ريال قطري. يعني ما زلنا عم نلاقي حذر عند المستثمرين بهذه الفترة، خاصة أنه من بعد بيانات التضخم تبع أمريكا امبارح رجعنا نشوف الطروحات رفع الفايدة ب 1% أو 100 نقطة أساس ترجع على الطاولة. يعني بعدنا عم نشوف هلأ بيوت خبرة واستثمار عم ترجع تطرح هذه الفكرة على الطاولة، وهون بتخلق القلق عند المستثمرين. بس أحجام التداول بعدها ضمن المعقول، يعني ما عم تفرجي هلا عنور. من الواضح ماري أنه لا يزال هناك حالة من الترقب، يعني إن كان على مستوى الأسواق العالمية أو حتى الأسواق الخليجية. ماري سالم المحللة المالية للشرق المتواجدة في بيروت، شكرا لك على هذه المعلومات. ونبقى في سياق الأسواق الخليجية. هذه المرة ينضم إلينا من دبي السيد علي العدو، رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار. أهلا بك سيد علي معنا. بداية كل عام وأنت بخير. هذه الحركة اليوم نوعا ما عرضية إن كان على مستوى الأسواق الإماراتية أو حتى الأسواق الخليجية الأخرى، بعض التذبذب بين الارتفاعات والتراجعات، ولكن تبقى الحركة ضمن نطاق عرضي إلى حد بعيد، حالة من الترقب تسود. ما الذي سيكون المحرك الرئيسي الأسبوع المقبل، كوننا يعني أصبحنا على مشارف نهاية هذه الجلسات؟ وهل سيكون للقطاع المصرفي دور أكبر في هذه المرحلة على دعم السوق؟ الخير لك وللمشاهدين، كل عام وانتم بخير. نحن بالنسبه لنا لاسواق المنطقه اكيد بلشنا نشوف تاثر بالبرفورمانس تبع اسواق المنطقه مقارنه مع الاسواق العالميه، ولكن بعدنا افضل بكثير. هذه نقطه كثير مهمه لانه مدعومين باسعار النفط عم تكون ستيبل فوق ال $100.
النقطة اللي لازم نطلع فيها نحن انه نسب التذبذب من هلا لثلاث اشهر بالمنطقة وبالعالم ككل حتكون مرتفعة بالفترة القادمة، لأنه في عنا ميجر ايفنتس عم بتصير، خصوصا انه احتمالية رفع الفوائد بأمريكا عم بتكون ل 1% عم تعلى بأكثر. وهيدي كمان نقطة لازم نطلع فيها انه الفيدرال ريزيرف حيكون هوكش، ومش بس الفيدرال ريزيرف بامريكا، بنوك السنترال بانكس بالعالم كلها عم بتكون حتكون مور هوكش اند مور اجريسيف، فهيدي حتضرب الديماند بالعالم، وهي مشان هيك احنا اسواقنا ما حتكون فيها مناطق امن، لانه نسب التذبذب حتكون عاليه. هلا لانه نطلع من هلا لا يعني واتس نيكست باسواقنا هو الايرننجز سيزون. بالنسبه لنا انه القطاع البنكي هو المفروض يكون احسن قطاع بالقطاعات الموجوده، حيشوف عم فرجينا نمو بالارنينجز، خصوصا انه توقعاتنا تقريبا حوالي يكون الارنينجز حوالي 15% حتنمى يير اون يير، والاي مدفوعه بالمخصصات اقل حتكون للبنوك المنطقه، خصوصا بنوك الخليج. النقطه المهمه كمان واللي هي اذر نون انترست انكم، عم نشوف مثلا بالمملكه وحتى بالاسواق الاماراتيه عم نشوف حركه بالكابيتال ماركتس، وهيدي عم تدفع من ناحيه الاي بي اوز والشركات والريفاينانسنج اللي عم بيصير بالشركات الموجوده، فهيدي عم تدفع الانكم للبنوك حيتحسن. علي بالنسبه اما النت للمخصصات انترست مارجن حتكون قبل الاكمال، بالنسبه للمخصصات تقصد تجنيب اقل للمخصصات ليس بروفيجنز، ولا سيكون هناك عكس لمخصصات سابقه، ولا الاثنين؟ حتكون اثنين، لانه الاثنين. حيكون لانه نحن الاقتصاد الاثنين، نعم، لانه الاقتصاد دول الخليج بعده في عن نمو اقتصادي، فالحركه بالعكس البنوك عم تكون عم تخف، المخصصات حتكون اقل، والريفرسال حيكون في ريفرسال اكيد. نعم، طيب سيد نعم. علي نعم أشرت سيد لقطاع علي. البنوك، ماذا عن قطاع الطاقة وقطاع البتروكيماويات؟ هل نتوقع أيضا نمو في أرباح شركات القطاع؟ نحن توقعاتنا بالنمو بالقطاع البتروكيماويات توقعاتنا انه حيشوف نيجاتيف ايرنينجز مقارنه مع السنه الماضيه. المدفوعه بالكوست الفيد ستوك كوست حتكون مرتفعه مقارنه مع السنه الماضيه، بالاضافه انه حتى لانه كان مع انه كان اسعار البترول ارتفعت الكوارتر اللي قبل، بس ولكن الاسعار المنتجات ما ارتفعت بنفس سرعه رفع الكوست، فرح نشوف الايرنينجز اوفر اول حتكون يعني اقل مقارنه مع السنه الماضيه. نعم سيد علي، ماذا عن ارتفاع أسعار الفائدة والتي ينتظر أن ترتفع بشكل أكبر خلال الباقي من هذا العام؟ كيف ستؤثر على أرباح الشركات بشكل عام وقدرتها على الاقتراض وعلى التوسع للربعين القادمين من هذا العام؟ كيف ربما ستكون نتائج الشركات في العموم في كل القطاعات؟ هلا بس اكيد رفع الفوائد هذا خبر مش صار للشركات، خصوصا اللي عندها قروض، لانه حتنسى الانترست ريت، يعني الانترست ريت حترتفع والانترست كوست عليها حترتفع، هاي نقطه. ثانيا اذا في عندنا ماتشوريتي لاي قرض او اي بوند، حيضطروا هالشركات يقترضوا على نسب اعلى، خصوصا عم نشوفه هلا باسواق الفيكس انكم، عم نشوف انه اليلدز عم ترتفع، فهيدا حياثر بطريقه سلبيه على الشركات، خصوصا الشركات يلي عندها ديون عاليه. اما الشركات اللي عندها يعني نسب ديون منخفضه وفري كاش فلوز الموجوده قويه على 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 البالانس شيت تبعولها، هدول الشركات ما حيواجهوا مشاكل قد الشركات اللي فيها مديونيه عاليه. علي، عند اي مستويات او على اي مستويات من التشديد النقدي الذي سيطبع يعني في البنوك المركزيه الخارجيه طبعا لما سيحدث بالولايات المتحده، سيكون هناك نوع من دعنا نقول بين قوسين تدمير للطلب على القروض العقاريه على الاقل، لانه كلنا نعرف انه المورجيجز في الفتره الاخيره كان لها دور اساسي في ايرادات البنوك بنوك المنطقه. اي مستويات من الممكن ان تكون ضاغطه على الطلب على هذه القروض العقاريه؟
لا اكيد، اذا لاحظنا يعني في نقطه كمان مهمه نطلع فيها، انه حتى نسب رفعت الفوائد تفاوتت. يعني بالمملكه ما رفعوا الفوائد قد ما رفعوا بامريكا، لانه السبريد كان عالي بين، يعني الليكويديتي موجوده كانت بالمملكه. يعني السنترال بانك بالسعوديه ما رفع الفائده قد ما رفع بامريكا، فاكيد رفع الفائده حيكون لها تاثير على نسب المورجج ريتس، لانه مرتبطه المورجج ريتس باللايبر او السايبر او الايبر بالامارات. هلا يعني مثلا اذا نطلع بعضها بكون مثلا لوك عندها لوك اب مثلا على 3 4 سنين بس، ولكن بالاجمال حيكون نسب الفوائد حتكون اعلى مقارنة مع، خصوصا نعم للقروض الجديدة مقارنة مع القروض القديمة. نعم علي العدو رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار من دبي، شكرا جزيلا لك.